فلذلك المسلم يجب أن يأخذ العقيدة. شو صار معك؟ بس على الأماكن فوق البطارية، ثواني شيء ضعف الصوت. الخلاصة الكلام كما يقال ذو شجون. فالمسلم المتحمس لاتباع السنة يجب أن يتلقاها على ما جرى عليه المسلمون من قبل. فجلسة الاستراحة التي كنا نتحدث عنها فيها قولان، نحن ما بيجوز الآن نجيب قول ثالث. قولان، قول أن جلسة الاستراحة سنة فعلها الرسول عليه السلام، وقول ثاني أنه مكروه. فأنت بقى سألت أنه هل قالوا بأنه مكروه يعني عندهم علم بهذا الحديث؟ هل وقع قسم كبير من المتقدمين ما عندهم علم بهذا الحديث، شأن أحاديث كثيرة جدا، وهذا من أسباب اختلاف الأمة، أنه عالم يطلع على حديث ويفتي بمقتضاه، عالم آخر ما يبلغ هذا الحديث فيجتهد فيخالف الحديث وهو مأجور على كل حال، لكن قسم ثاني اطلع على هذا الحديث لكن تأوله بتأويل. نحن نرى هذا التأويل ليس صوابا، أي يقول نعم الرسول صلى الله عليه وسلم جلس جلسة استراحة لكن ذلك لما بدن، أي صار بدنه يعني ثقيل بسبب تأخر في السن، وتأخر في السن أمر طبيعي يعني نشاط الإنسان بيضعف فبيلحم بصير بدنه ثقيل، بصير ثقيل في المشي، ثقيل في الجلوس، في النهوض، في إلى آخره. تأول هذا الحديث بعضهم، وهذا البعض نقدر علمهم لكن ما أصاب الحق. والصواب أن جلسة الاستراحة فعلها الرسول عليه السلام تشريعا وتسنينا، ولذلك فالذين نقلوا هذه الجلسة من أصحاب الرسول عليه السلام هم أعلم من هؤلاء المتأخرين الذين تأولوا الجلسة بأن الرسول فعلها لما بدنا. لو كان كذلك كان الذين شاهدوه نقلوا إلينا حين نقلوا هذه الجلسة أنه فعل ذلك عن عجز. ويعجبني بهذه المناسبة ما رواه الإمام مالك في الموطأ أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما أرسله الرسول عليه السلام إلى اليمن فصلى بهم يوما، ولما جلس للتشهد مد رجله هكذا لا تورك ولا تفرش، مد رجليه ما شاف غير الأرجل كلها امتدت حواليه. لما سلم قال لهم لماذا فعلتم هكذا؟ قالوا رأيناك فعلت فعلنا. قال أنا بي مرض، فأنا لمرض مدت رجلي، فأنتم بقى لا تفعلوا مثل هذا الفعل. فالشاهد كما نقلوا لنا مد معاذ لرجليه عن عذر، والراوي هذا واحد، فما بالك بعشرة من أصحاب الرسول نقلوا لنا جلسة الرسول هذه وما أحد منهم قال فعلها لسن. الحديث البخاري 10 يا شيخ. طيب.